الكنيسة الأرثوذكسية للروم الأرثوذكس في الإمارات بدأت من 1980 تقريبا بوصول أول كاهن إلى الدولة. أول كنيسة ضمن الكومباوند الإنجليزي ب 1983 أخذنا أول مكان صغير بلشنا نصلي فيه. حوالي 2004 على ما أعتقد الشيخ محمد سمو الشيخ محمد بن راشد منحنا أرض بمنطقة جبل علي بمجمع الكنائس بجبل علي. تم افتتاح الكنيسة بجبل علي ب 2008. بعدها بسنة 2014 كمان تم منحنا الأرض اللي نحن عليها اليوم في أبو ظبي من رئيس الدولة صاحب السمو الشيخ خليفة لا حتى نبني دار عبادة وبيت لله في إمارة أبو ظبي. إحنا وقت نكون قاعدين بالإمارات الحقيقة صعب علينا نحكي عن عام التسامح لأنه هي شغلة عايشينها نحن وليست شغلة دخيلة على الإمارات. بنحس حالنا عايشين بمجتمع منفتح متقبل للآخر عاطي الحرية الكاملة للعبادة بدون أي قيود وبدون أي هيك مضايقات. وهذا واقع نحن عايشينه، لهيك شهادتنا بتضل يمكن مجروحة تجاهه ولكن هي حقيقة ما فينا ما نشهد عليها. بعتقد أن زيارة قداسة البابا للإمارات هي أول شيء زيارة تاريخية الحقيقة للمنطقة، بتعبر عن عمق الانفتاح بالدولة، بتعبر عن الرؤية الحقيقة المستقبلية والثاقبة للحكام بفتح أبواب الحوار على مصراعيها، لأنه إذا ما عرفتك ما عرفت الآخر في عنا مشكلة باللقاء، في عنا مشكلة بالمعرفة في حال أنا عم بعرفك بس من خلال الكتب والمقالات. اللقاء الشخصي أكيد بيعمل بينقل الحوار إلى مستوى اللقاء أكثر ما يضل حوار بين أشخاص غير ما بيعرفوا بعضهم. إن شاء الله زيارة بتكون موفقة، ندعي لها أنه تتكلل وتكون لها ثمار واضحة على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي.